قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استمرار الأزمة في سوريا، مؤكدا أن استمرار العنف في سوريا ينذر بأخطر العواقب لسوريا والمنطقة كلها. وقال بوتين خلال لقائه رئيس حكومة الكيان الصهيوني في منتجع سوتشي إن السبيل الوحيد لتفادي السيناريو السلبي هو وقف النزاع المسلح في أقرب وقت ممكن والانتقال إلى الحل السياسي، مؤكدا ضرورة الامتناع عن الخطوات التي قد تتسبب باستفحال الأزمة. مساعد وزير